بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس جمهورية ملاوي، سعادة نائب رئيس جمهورية ملاوي، وزير التخطيط الاقتصادي والتنمية وإصلاح القطاع العام، أصحاب المعالي والسعادة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية، غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة والنامية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجمهورية ملاوي على استضافة هذا الاجتماع، والشكر موصول لجميع المشاركين في تنظيمه. إنه من دواعي سرورنا أن نشارك في هذا الاجتماع الهام، وكان الأمل يحدونا أن نكون في جمهورية ملاوي الصديقة الذي تنتمي إلى القارة الأفريقية التي نفخر ونعتز بالعلاقات مع دولها الشقيقة والصديقة. لولا التقييدات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا التي لحقت آثارها السلبية جميع دول العالم وخاصة البلدان أقل نمواً، ونتطلع أن يتغلب العالم على هذه الجائحة قريباً بتعاوننا وشراكاتنا. وتؤكد التحديات الراهنة التي يشهدها العالم ضرورة الترابط والتكامل بين جميع دول العالم، وانطلاقاً من إرثنا وقيمنا وسياسة دولة قطر الراسخة في التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي. فإن دولة قطر لم تدخر وسعاً في الوقوف مع إخواننا وشركائنا في الإنسانية، ولا سيما في المجال الإنساني والتنموي، وانسجاماً مع التزاماتنا لدعم قضايا الدول النامية والأقل نمواً، فقد اطلعت دولة قطر بدورها المنشود في مختلف المجالات التي تخدم تلك الدول، وشكلت قضاياها إحدى أولوياتنا وحرصنا على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة في هذا الخصوص، والتي حققت النتائج المنشودة. وأشير منها على سبيل المثال مؤتمر قمة الجنوب الثانية في عام 2005، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آرا مونتري في عام 2008، والدورة 13 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 2012، والمؤتمر 18 للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 2012. وفي هذا الإطار، وإدراكا من دولة قطر لأهمية دعم البلدان المتضررة من الآثار السلبية لتغيير المناخ، فقد أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي التي انعقدت في شهر سبتمبر عام 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة والنامية للتعامل مع تغير المناخ. كما واصلت دولة قطر جهودها في إطار العمل الدولي المتعدد الأطراف لدعم كافة المبادرات الرامية لإيجاد حلول الأزمات والتحديات التي أثقلت كاهل العديد من الدول النامية والأقل نمواً، وألغت بآثارها السلبية على السلام والاستقرار في العالم. أصحاب السعادة والمعالي، السيدات والسادة، على الرغم من صعوبة التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي جائحة كورونا، فإننا على ثقة بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي تعتز دولة قطر باستضافته خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير من عام 2022 سيتيح فرصة استثنائية تساهم ليس فقط في الاستجابة لهذه التحديات، بل في وضع تدابير هادفة من أجل التعافي وبناء قدرات أقل البلدان نمواً لمواجهة هذه التحديات في المستقبل. ويسعدنا في دولة قطر بذل كافة الجهود في هذا المؤتمر، وأن نكون شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة للاستجابة لتلبية احتياجات وأولويات أقل البلدان نموا، وكلنا ثقة بأن هذا المؤتمر سيساهم في تلبية احتياجاتها ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتمكين هذه البلدان من الخروج من قائمة أقل البلدان نمواً. وفي إطار منطلقات هناك اجتماعنا هذا من إسطنبول إلى الدوحة، نتطلع لأن يبني مؤتمر الدوحة القادم على الخبرات المكتسبة
والنجاحات التي تحققت من المؤتمرات السابقة وآخرها مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته جمهورية تركيا الشقيقة، وكان لجهودها المقدرة إسهامات متميزة في النتائج الناجحة التي تمخض عنها المؤتمر والمتمثلة في برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020. إننا نتطلع أن يستكمل برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل تحقيق الأهداف التي ما زالت في طور الإنجاز، وأن يكون نقطة انطلاق وخارطة الطريق بصفته أول برنامج عمل سيتصدى ويعطي أولوية لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا على أقل البلدان نموا، لإحداث التغييرات المنشودة في حياة الملايين من الذين يعيشون في أقل البلدان نموا، وبما يضمن تحقيق المكاسب الإنمائية المرجوة وإحداث التغيير التحولي المنشود. وختاما، نتطلع للتعاون معكم ومع كافة الشركاء لإنجاح مؤتمر الدوحة، ونؤكد على أن دولة قطر لن تؤلو جهدا ليكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة حدثا فارغا في الاستجابة لتطلعات أقل البلدان نموا، وبما يحقق التنمية الشاملة فيها والاستفادة من الطاقة الهائلة من الموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها أقل البلدان نموا لتحقيق النمو والازدهار. ونتطلع للترحيب بكم جميعا في مدينة دوحة العام المقبل. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.